بسم الله الرحمن الرحيم. العبادات وخواطر حوالين العبادات، جميل ان احنا في كل مرة اجمع خواطري واجي اكلمكم واحطها بين ايديكم وبشكل بسيط تلقائي من غير رتوش ولا تزويق، هي زي ما جت كده نقوم قايلينها على طول. ما زلت مع الصلاة وعبادة الصلاة، العبادة الام في الاسلام، العبادة الكبيرة في الاسلام، لكن تعالوا نعيش مع حاجة مخصوصة في الصلاة، الخشوع في الصلاة، خشوع النبي في الصلاة. حتى جمع من كل الكتب وجمع خواطري في الكراسة دي وهاجي أقولها لكم. لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حاجة جميلة قوي، يقول لك جعلت قرة عيني في الصلاة. النبي أكتر حاجة تملى عينه من الدنيا الصلاة. هتقول يا بعيدة قوي، بس ممكن تدوقها مرة، ممكن تبقى أحلى، ممكن أحيانا تصلي ركعتين تقول الله ما في أحلى من كده. النبي كان كل مرة، بس انت هتها مرة. جعلت قرة عيني في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة كانت تقول له أفلا تنام يا رسول الله، يقول لها يا عائشة دعيني أقوم بين يدي ربي ساعة. عارف لما تبقى مشتاق لربنا، ما هي الصلاة كده، ما أنت عايز تقابله فأنت مشتاق تقابله، دعيني أقوم لربي ساعة. يقول أنس بن مالك دخلت على النبي وهو راكع، راكع بيقول سبحان ربي العظيم، فسمعته يقول يا رب خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. الصحابة يقول لك كنا نسمع لرسول الله وهو يصلي أزيزا كأزيز النحل من البكاء، يخشع النبي. بس النبي مش زي ما الناس بتعمل يقعد يعيط ويعلي صوته كده، لا 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 لا، النبي صلى الله عليه وسلم خشوع هادئ، خشوع في محبة لله بدون ضجيج، فنسمع له أنينا كأنين يعني من حلاوة العيش مع القرآن. امتى آخر مرة خشعت؟ رمضان اللي فات؟ يا بعيد قوي، معقولة ما خشعتيش من الوقت دوت؟ امتى آخر سجدة حلوة؟ امتى آخر مرة حطيت دماغك في الأرض فحسيت إن مش دماغك اللي لمس الأرض، قلبك اللي لمس الأرض؟ شوفوا التابعين وهم بيصلوا، شوفوا مثلا واحد زي حاتم بن الأصم بيقولوا له كيف تخشع في صلاتك؟ فقال أقوم إلى صلاتي تكبيرا وتعظيما لله وأجعل الكعبة وكأنها أمام عيني. عمرك صليت وكأنك شايف الكعبة قدامك؟ والصراط وكأنه تحت قدمي، دي مش السجادة اللي تحت رجليك، ده كأن الصراط اللي تحت رجليك. والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي ورسول الله يتأملني، ثم أظنها أنها آخر صلاتي فأشعر بحلاوة الصلاة. شايف بيقعد يقول لنفسه إيه عشان يخلي نفسه يركز فيخشع؟ يقول أبو حامد الغزالي ابحث عن قلبك في ثلاثة أماكن، فإن لم تجد لك قلبا في هذه الثلاثة فادعو الله أن يمن عليك بقلب فليس لك قلب. إيه الثلاث أماكن دول يا أبو حامد الغزالي؟ قال لك عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند ذكر الله. ولا واحدة من دول قلبك بيحضر فيهم؟ عندك مشكلة، ادعي بقى أن ربنا يرزقك قلب خاشع. معاني محتاج نفكر فيها، الدنيا خدتنا يا جماعة، طحونة الدنيا دوختنا. روح لربنا خمس مرات بقلب حاضر، سيب الدنيا شوية، روح له ركز واسجد بين إيديه وقول له مدني مدني بعطفك، قول له يا قوي من للضعيف إلا أنت، قل له يا غني من للفقير إلا أنت، قل له يا عزيز من للذليل إلا أنت. روح له بضعفك في الصلاة يمدك بقوته، روح له بذلك في الصلاة يمدك بعزته، روح له بفقرك في الصلاة يمدك بغناه. هي دي الصلاة الخاشعة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.